لا فارس فارس يعطيك العافية ظافر وياك مخلص اشخاص بالدور يعطيك العافية بدر 17 اللي ما شارك واللي ما شارك اللي ما شارك سبعة يا سعود العالي يا عبد بن طيب خلاص بس انت تعطينا هم ناقصين اجيهم لا والله ما يلعبون وهيبي لازم تشارك ضروري ابغاك تشارك ضروري لا 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 تجي لازم عشان الله يهب لك عافيه ابغاك لا لا دقيقه يلا 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 روح روح وهيبي وهيبي قم قم يا وهيبي اخذت اجازه بس خمس قصص المسابقه يا رابع اسمع حبيبي على دروبك الزنا بالله عليك طيب يا الربع اللعبة كالآتي بنقول مجموعة فواكه الفواكه هذه لكل فاكهة حركة مثلا التفاح تحرك يدك اليمين موز يدك اليسار خلاص يدك اليسار الموز واليمين تفاح خلاص قول ايش معناها عشان اعطي ذا طبعا وسع وسع في الدائره البرتقال خلاص كذا تحرك رجلك اليمين العنب رجلك اليسار ايوه هذه بيجي عليها ضحك طيب خلاص تفاح موز برتقال عنب خلاص اليمين ايش شمال عنب ايوه شمال عنب باقي في حاجه الراس بنعيدها لكم اليمين اليمين خلاص تفاح اليسار موز البرتقال عنب ليمون لا برتقال يمين يسار يا موز عمدي برتقال اسكت اليسار شو اسمه عنب الراس حبحب لا كذا قدام كذا خلاص طبعا بيجي في وضعك يا شباب احنا يمين تفاح يسار موز يسار موز ايوه هنا يمين برتقال هنا عنب الله يكرم النعم بس انه اي لا لا الراس شو اسمه راسي ما الراس حبحب هنا كيف نسوي بالحبحب حبحب حبحب كذا عرفت دق القبه لا برتقال خلاص في لخبطه لا اليمين برتقال يا شيخ عنب انت قلت برتقال تفاح برتقال يمين تفاح 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 موز موز برتقال برتقال عنب خلاص عرضه نبدا طيب نبدا نرجع ورا ايوه ارجع ارجع شوي ارجع مسار بينك وزميلك ارجع شوي مو شرط الترتيب يلا كان في يوم من الايام لخبط ام قاعد اكل عنب يد اليمين تفاح موز برتقال برتقال يمين هذه حمصيه يا شباب يا شباب بتشوف الضحك ابو عبد العزيز تعال تشوف طيب كان في يوم من الايام شخص ذهب للحديقه واخذ له برتقال 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 يا من اللي حكم هنا انا بدر اللي ما يجيبها صح اخذ له برتقال ومشى شويه واخذ له شوي موز موز اطلع محمد يزيد زياد زياد وسعود هذه هي يسار زياد وسعود يلا ريح ريح نخليها بروفه يا الربع يلا المهم يد الفواكه ايش احنا ما نحفظ يد يمين ايش تفاح يد يمين تفاح ايوه موز برتقال عنب يسار عنب عنب حبحب الراس يلا خلاص خليك من الموز خلاص خليك من الموز ايه خلاص ريح ريح المهم برتقال برتقال عنب موز المهم الرجال مشى شوي خذاله شوي حبحب المهم الحبحب هذا اري برلي يا الربع كمل كمل اخذ مع الحبحب شوي عنب اللي ما يلعبش طلع راسه ومشى شوي وطلع كذا قال يا ولد خل الحبحب وخل العنب وخل العنب خلاص خلاص ريحه ثم قال لازم اخذ لي برتقال يا اخي البرتقال مع الحبحب شيء جميل وتاخذ معاه موز شيء خطير يا سعود
جايب كريم جايب باليمين بالموز يسار خلاص خلاص ريحوا لما تقول برتقال مثلا اخذ معاه موز خرج الاثنين ايوه حرك الاثنين خلاص خلاص المهم شباب تعالوا 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 هنا تعالوا هنا تعالوا هنا ارجع 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 المهم مشى الرجال واخذ له شوي من 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 التفاح تفاح اخذ له تفاح 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 يمين يمين تفاح يمين شو اسمه كيمو وزياد كيمو وزياد حرك اليمين خلاص ريح يا شباب المهم المهم ريحوا 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 المهم مشى شوي العنب هذا صراحة من الأشياء المفيدة للجسم من الأشياء المفيدة للجسم مع شوية حبحب صراحة شيء خطير وشوي برتقال وشوي برتقال يعني صراحة يكون جميل و بأشرع إذا ذكرنا صنفين سووه إذا ذكرنا الثالث قول خد معاه ايوه البرتقال كيف اسوي ايوه كذا عادي سوي خلاص اقول اخذ معاه ايوه اخذ معاه عشان نفهم اللي انت عايز الاثنين مع بعض خلاص يلا يلا ممكن تجتمع ثلاث اشياء ما فيش مشكله بس كذا لا لا ما عليك لا بالتوازن ما عليك تفاح موز مش الرجال اخذ له تفاح تفاح وشوي حبحب مع شوي موز صراحه الموز قال ما يعطش وراي مشوار عبد الله جميل ما قال زين الحين كمل خلاص ريح ثم قال يا شباب باخذ لي برتقال برتقال البرتقال هذا غني بايش؟ بفيتامين سين مع الحبحب صراحه شيء خطير منين انت ذا؟ واخذ شوي شمري 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 ليش ليش وقف نواف صح ليش وقف ايه خلاص انا جالس لا والله قاعد امشي صح لا 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 وقف لا خلاص خلاص بدر بدر استاذنا الحكم ما اشلو يبصلي خلاص اذا اشرت لكم كذا اذا اشرت كذا وقفوا الله طيب ممكن طلب فارس خليه يجلس لا لا ما عليك هذا قاعد يسوي لنا حكم لا لا ما عليك خلاص خلاص زيد حكم فارس ما يحق يدخل الشمري ترى شو العطر كان لا لا هو مش عارف يحط حبحب فين ولا المسفي اخذ الرجال اخذ له شوي اخذ له شوي ايش حبحب اكل حبحب اكل حبحب اكل حبحب لا لا دقيقه اكل حبحب قاعد اسولف ما درك قاعد لا لا يعني لازم ركز اكل له شوي حبحب والله يا ابو ومشى ومشى وخذ له شوي برتقال قال البرتقال هذا شيء جميل صراحه قال صراحه هذا شيء جميل و الموز 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 حاجه لا 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 وقفتم وقفتم يا اخي في ثلاثه يقولون الموز يا شوي شوي عرفنا نحن نوقف قلت لك طالعوا فيا ليش تطالعون انا ما قلت بخدعك انا اه ماشي عيوني ابعد ياك وحكم بدر 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 معلي معلي ارجع يا اخي قاعد خلاص يا شباب طقطق ولا والله ما يطلع لك في اللعبه ما معلي معلي ريح ابو زياد ابو زياد معلي المهم يا رجال ناخذ لنا شوي تفاح 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 شوي تفاح مع شوي موز صراحه حاجه جميله واحد برتقال ما يمنع منه البرتقال اطلع يا خالد خالد حبلي انا حكم يا رجال انا حكم يطلع يا بدر يا بدر الله انا الاتحاد حق اللعبه اطلع اطلع لا انت يا اخوي رجعت انت لا 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 نادوا لي بدر قحط خبره انا انا عندي 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 ايوه انا انا عندي عندك عندي انا يلا المهم بدر بدر رجال اخذ له شوي موز شوي موز اخذ له موز اي نعم وشوي حبحب 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 وكثر من البرتقال كثر من البرتقال وقال يا رجال خلني اريح وشوي ومشى ومشى اي مره حصل له جديده ومن جديد كيوي قال الكيوي هذا شيء جميل صراحه اي نعم الكيوي هذا اذا جبته مع الليمون شيء جميل والليمون يشابه ليش البرتقال البرتقال واطلعوا كلكم برا ليش ليش اطلعوا كلكم برا
جميري شغال صح. ما شغلتها. وش اللي ما شغلت؟ قولك برب العالمين.